بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه نبتة القريص أو القراص، وهي من النباتات العشبية المشهورة في منطقة المدينة المنورة وما حولها. طعمها لذيذ كاسم قراص، يقرص في الفم، لذيذ الطعم. كثير من الناس يحب أكله مع التمر أو أيضا يؤكل مستقل. زهور صفراء جميلة دائمة. هذه شجيرة القراص أو القريص، وهي من الشجيرات التي تؤكل. وهذه زهرتها سبحان الله العظيم، زهرة جميلة. سبحان الله الذي خلق فسوى، سبحان الله العظيم المبدع لكل شيء. وهذا الفيديو للتعريف بها، شجرة القريص أو شجيرة أو عشبة القريص أو القراص.